السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. ويا حضرتك مديرة الجمعية هنا بقى كلها بما فيها الضوء. تنمية المجتمع المحلي بوراء العرب. طبعا ربنا يبارك فيكي وفي كل الناس اللي عاملين هنا معاكي. يعني طبعا لما باجي انزل اي دار مسنين بعرفه ان كل سيده بنتكلم معاها او اب بنتكلم معاه كل واحد وراه قصه وحكايه. وشفت حكايات دلوقتي تحت في حكايات السيدات كل واحده يعني حكايه صعبه. وربنا يا رب يعني يبارك فيكم ان انتم ممكن تحاولوا ان انتم يعني تداووا شويه من اثار الاثر الصعبه النفسيه اللي هي بتحصل لهم اثناء يعني قبل ما يجوا هنا يعني. وما زالوا يعني كل واحد فيهم مستني ولاده او مستني حد يسال عليه مهما كان هو قاعد فين حتى لو مرتاح. يعني السيدة الأخيرة سهير يعني عشان هي سهير عندها زي هي ليها يعني منفصلة عن إخواتها، دي ليها إخوات من أب وإخوات من أم، دي مشكلتها. فهي كانت وهي صغيرة كانت عايشة قصة حب، وهي كانت هي متعلمة وبتتكلم لغات وكويسة جدا وثقافتها سبحان الله يعني متعلمة ومعاها لغات، متعلمة وبتتكلم إنجليزي وممكن بسيط برضه حاجات لغات يعني متعلمة وكانت بتقرا كويسة جدا. بس هي اللي أثرت معاها جامد وعاشت قصة صعبة قوي وما لقتش حد يتعاطف معاها، فهي يعني قفلت على نفسها يعني حتى لما تخش حالة نفسية قوية جدا واخواتها بيقولها وبيدوها عليك برضه يقول يعني حتى مش بتقدر تضحك يعني. لا 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 هي عندها حالة اكتئاب بينها وبين نفسها جامد يعني انطوت على نفسها جامد كتير جدا وقفلتها على نفسها، دي هي اللي جابت لها وقعد بقى ودوها بقى لدكاترة وكده وعالجوها بيجيبوا لها علاج برضه كل شهر. يشفيها ويعافيها. احنا دلوقتي في قسم الرجالة الاباء كلهم هنا وابهاتنا بقى هنا كلهم ابهاتنا كلنا طبعا يعني انا حد زي كده يعني والده ووالدته متوفين فبحب قوي لما يكون بقى في مكان في اب وفي ام كده اتنس بيهم واحس ان انا يعني كاني كده بستنشق روح امي وابويا من هنا يعني. اكيد اكيد. قولي لي هنا بقى عدد الرجاله دي؟ تسعة رجاله. كل واحد برضو في كتير منهم عنده اولاد؟ كل واحد ليه قصه، في اللي ليه اولاد وفي اللي ملوش حد خالص وفي اللي يعني فيهم كتير ملهمش حد. ربنا يبارك فيكم. ربنا يبارك. خش بقى نشوفها بقى هنا. اتفضل. كلكم سوا طيبين؟